إذا للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا رئيس جمعية الأمل الناشطة في مجال حقوق المرأة سيدة هناء أدور. إذن سيدة هناء، قضايا العنف الأسري آخذة في الارتفاع وبشكل مقلق للغاية، هل يخفق العراق اليوم في تجريم العنف الأسري؟ تفضلي. نعم، مرحبا، شكرا للاستضافة. أنا رئيسة شبكة النساء العراقيات وليس جمعية الأمل العراقية. أهلا بك. أود أن أؤكد أننا نعبر باسم نساء العراقيات حول قلقنا البالغ لتفاقم جرائم العنف الأسري، خاصة قتل النساء وحتى الفتيات. هناك جرائم بشعة ترتكب باستمرار، ولكن لحد الآن لم يتخذ الإجراء المناسب، وهو تشريع قانون مناهضة العنف الأسري، وأيضا تعديل قانون العقوبات العراقي الذي يسمح بإفلات المرتكب هذه الجرائم من العقاب، كما يحدث اليوم أنه مثلا باستخدام العذر المخفف اللي هو ضمن المادة 130 و131 لما يسمى بجرائم الشرف. وهذه القضايا لا تنطبق اليوم على هذه الجريمة. هذه جريمة المغدورة بقتل المغدورة، جريمة المغدورة اللي قتلت طيبة علي في الديوانية، يعني أولا هي طلعت من البيت وظلت في تركيا بسبب تحرش أخيها، تحرش الأخ، وهذه قضية لم يعر اهتمام إلها لا الأب ولا الأم. اثنين، استدرجت عن عمد للعودة إلى العراق بأسباب وهمية، وأيضا كانت هناك تهديدات من الواضح أنه سماعها من خلال الاتصالات الهاتفية أنها استدرجت، وكانت هناك تهديدات أيضا واضح أنها تهديدات بالقتل أو باتخاذ إجراء ضدها. هذا الجانب الثالث أيضا، البنت بالغة وراشدة، يعني عمرها بالعشرينات، وحسب الدستور العراقي اللي هو المادة 14 يؤكد على أن العراقيون متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس والدين والعقيدة وإلى آخره، يعني ذلك أنها هي حرة في اختيار شريك حياتها. هذه قضية، لماذا الابن الذكر إذا عمل هذا العمل لا يطالب ولا يحاسب؟ اثنين، حتى المادة 15 من الدستور تأكد لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية. أين هي الحياة والأمن والحرية لنساء العراق؟ إحنا بدون حماية، بدون أي حقوق في هذا الجانب. الدستور أيضا المادة 45 ثانيا يؤكد على فيما يخص العشائر، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان. هذه النصوص الدستورية لماذا لا تطبق اليوم؟ لماذا هذا العزف والاضطهاد للنساء وزيادة قتل النساء، وهناك عدم اهتمام فيما يخص تشريع القوانين أو اتخاذ إجراءات حازمة؟ هنا أود أن أشير إننا نشيد أنها بالإجراء الحازم اللي اتخذ من مجلس القضاء الأعلى قبل سنتين أو ثلاثة فيما يخص اعتبار الفصلية هي عمل إرهابي. هذه قضية مهمة كانت في الحد من مثل هذه الجرائم، مثل هذه الحوادث. إحنا اليوم أيضا نطالب مجلس القضاء الأعلى أولا باتخاذ إجراء صارم بهذا الشأن من أجل الحد من مثل هذه الجرائم، وأيضا نطالب وزارة الداخلية اللي كانوا موجودين مع السيدة طيبة في منزلها وشاهدوا الحالة، والمسألة كانت بالنسبة لهم بسيطة، يسوون صلح أسري ويطلعون من البيت. هذه قضية لا يمكن البت بها، البنت كانت في خطر وكان يجب هناك اتخاذ إجراء واضح لحمايتها، هذا لم يتخذ. وإحنا بهذا الشأن نقول كل واحدة، كل فتاة، كل امرأة في العراق اليوم مهددة، وهذه أنا ما أقولها فقط طيبة، وإنما رفعت اليوم شعارات في التجمع النسوي في بغداد وأيضا في الديوانية، وكانت واضح من التالية، وهذا الشيء المقلق تماما، من الضحية التالية اللي راح تكون أيضا في هذا تتعرض إلى مثل هذه التهديدات. إحنا اليوم نأكد على المجتمع العراقي، المجتمع العراقي أنا أقول متفهم تماما أن المرأة لها حقها بالدستور كما للرجل، وليس الدستور قاصر فقط على الذكور، وإنما ذكورا وإناثا،
وخاصة النساء بالغات وراشدات، وهناك وثائق عديدة أن اللي أقولها حتى الشريعة الإسلامية لا تقبل نعم. بقتل النساء. هذه نعم. قضية يعني سيدة إحنا بمن نعم. نستشير؟ نستشير بتقاليد نعم. بالية، تقاليد عشائرية بالية، يعني هذه قضية يجب أن نضع حد إلها. العشائر نعم. سيدة هناء، يعني أكثر من 10 سنوات مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة لا يزال حبيس أدراج السلطة التشريعية، ماذا ينتظر مجلس النواب لإقرائه أو لإقراره برأيك؟ إحنا هذا المستغربي، يعني هناك سياسة وطنية للحكومة العراقية في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، لماذا هذه السياسة يعني لا تطبق إلا أنه مجلس النواب إلى رأي آخر؟ يعني هل ممكن العراق الذي هو ملتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وملتزم بنصوص الدستور، أنه حتى الدستور المادة 30 واضحة تقول يمنع العنف والتعسف في البيت والمدرسة والمجتمع، أين هذا تطبيق هذه القضية؟ هذه مسائل احنا نتساءل ونستغرب ونستنكر هذا المواقف. القوى السياسية تحاول ان تتملص من هذا الجانب، وبالعكس تصرخ ان هذه القضية هي تتنافى مع العادات والتقاليد. اي عادات وتقاليد؟ لماذا شرع الدستور اذا كانت هناك عادات وتقاليد فوق الدستور؟ هذه قضية. اذا كانت الشريعة لا تسمح بقتل النساء، وهذه مسألة مهمة جدا، لكن ما هي العلة اليوم أنها عادات وتقاليد عشائرية والبنت بالغة والبنت حرة في اختيار شريك حياتها؟ أنا اللي هذا نأكد عليه. أما أنه محاولة بهذه الأساليب، يعني قتل نساء بدم بارد، اغتصاب فتيات بدم بارد، حرق نساء بدم بارد، هذه قضية يجب عدم السكوت حولها. ونعتقد نعم. هذه القضية المجتمع على الرأي العام أن نعم. ينهض أيضا إلى الضغط على السلطات، على مجلس النواب نعم. بضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري. سيدة هناء، يعني حاجة ملحة نعم. حاجة ملحة وللحد من ظاهرة خطيرة. سيدة هناء، اليوم يعني أغلب هذه الجرائم التي ذكرتيها، جرائم الشرف وغسل العار، كلها تغلف بغلاف جرائم الشرف وغسل العار. هل العرف المجتمعي والعادات والتقاليد القبلية السلبية باتت اليوم أقوى من القانون؟ باختصار لو سمحتي. هذا الواضح، وهذا يتنافى مع الدستور، مع منطوق الدستور. يعني يا أخي، إحنا منو اللي عندنا نرجع إلى المرجعية الأساسية؟ هل هو الدستور؟ هل هي العادات والتقاليد؟ هل هي الشريعة الإسلامية؟ إحنا نحترم كل ذلك، لكن العادات والتقاليد العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان هي ممنوعة حسب الدستور العراقي، منطوق الدستور العراقي. وهذه مسألة يجب الحد منها، الفصلية، النهوة، غسل ما يسمى بغسل العار، كل القضايا اللي تأكد على ضرورة التمييز واستعباد النساء يجب الحد منها، ويجب إجراء صارم سواء قانوني أو إجراءات أخرى يجب أن تتخذ بهذا الشأن لحماية هؤلاء النساء والفتيات. وإلا القائمة تطول، وأنا أيضا أشير لك إلى حوادث قتل بظاهرة انتحار، هناك ظواهر انتحار لنساء، لكن نعم. هي بالحقيقة مو ظواهر انتحار، وإنما هي قتل نعم. من قبل الأهل في هذا الجانب بما يسمى غسل العار. نعم، وضحت الصورة سيدة. والعار أنا أقول العار عليهم نعم. اللي قتل هذه الفتاة. نعم. وضحت الصورة الحقوقية. نعم. سيدة هناء أدوار، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في نشرة الرابعة.